الجوكر بسام كوسا يعود للدراما الاجتماعية وشاهد أبناءه وزوجته. أهلا بكم. انضم الفنان السوري بسام كوسا إلى فريق مسلسل مال القبان من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي. ويبدو أن جوكر للدراما السورية قد قرر العودة إلى الدراما الاجتماعية من خلال مسلسل مال القبان بعد غياب عن هذا النوع من الأعمال. ومشاركاته بالدراما العربية وأخرى تنتمي إلى البيئة الشامية. وحظي الخبر بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذين عبروا عن حماسهم للعمل، لا سيما بعد شعور البعض بخيبة أمل بسبب مشاركته في مسلسل الدراما العربية المشتركة سر، والذي اعتبره البعض بمثابة سقطة في تاريخه. الفنان السوري بسام كوسا هو فنان سوري كبير وصاحب تاريخ كبير، ولعل أهم ما يميزه لدى الجمهور هو نجاحه بكافة الأدوار التي مثلها كالغني والموظف والفقير، سواء في الأعمال التاريخية أو الاجتماعية التي يفضلها وحتى الكوميدية، ولا تكاد سنة تخلو من مسلسل له فيه دور. فهو لا يدخل بدور البطل الأوحد في المسلسل، ما يجعل المرء يستمتع بعمل درامي متكامل. كما أن الفنان بسام كوسا من النادر أن تجد دورا له غير متميز أو لا يحمل رسالة، لهذا فهو يعتبر من أهم الفنانين السوريين على الإطلاق منذ بداية مسيرته الفنية. ولعب الفنان السوري بسام كوسا دورا مهما في مسلسل باب الحارة، جعل شهرته أيضا تصل للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج. وهو يعتبر حالة إبداعية، ويلقبه البعض بالجوكر لقدرته على تقمص الشخصيات بإتقان شديد. كما شارك بسام كوسا في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية، وحصل على العديد من الجوائز تقديرا لأعماله الناجحة. إنه الفنان القدير بسام كوسا. ولد الفنان السوري بسام كوسا في 7 نوفمبر أو تشرين الثاني عام 54 في مدينة حلب بسوريا، وتخرج من كلية الفنون الجميلة في دمشق. وخلال دراسته الجامعية بدأ بالعمل كممثل ومخرج مسرحي في المسرح الجامعي مع المخرج الراحل فواز الساجر. ثم عمل بسام كوسا في المسرح القومي، وانتقل بعدها للعمل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. الفنان السوري بسام كوسا متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى ثورة، وقد صرح في لقاء له أنه محظوظ كونها قبلت الزواج منه. ووصف الفنان السوري بسام كوسا زوجته بأنها هائلة من فرط إنسانيتها وكرم نفسها، ويعتبرها صديقته. أما عن أولاده فالابن الأكبر هو ثائر يدرس فيزياء الفضاء في روسيا، أما الابن الأصغر وجد فيدرس اقتصاد في لندن، وهو فخور بهما لأقصى درجة. وامتاز الفنان السوري بسام كوسا بأدواره الشريرة التي برع في تجسيدها، ففي مسلسل باب الحارة لعب شخصية الإدعشري، وفي مسلسل ليالي الصالحية لعب شخصية المخرز، وفي مسلسل بيت جدي لعب شخصية صبري أفندي، وفي الحوت مثل شخصية أسعد، وغيرها من الأدوار الشريرة التي تميز فيها. لكن هذا لم يمنعه من أن يحترف كل من الشخصيات الطيبة والاجتماعية،
فهو قادر على أن يجعلك تتمتع بشخصية الإنسان ذي الخلق الحسن والمنطق الرائع. فهو بطبيعته كذلك، فأحبه الناس في مسلسل الخوالي بدور نصار بن عريبي. نجد أيضا نفس التمكن في شخصيته الكوميدية الكثيرة، والتي يعتبر أهمها أدواره في مسلسل الفصول الأربعة وحارة على الهوى، كما أنه يحب لعب الأدوار التاريخية كثيرا. وعلى الرغم من ذلك، عندما سأله صحفي عن رأيه في الأعمال السورية التاريخية قال بصراحة: أنا أكره البكاء على الأطلال والتغني بأمجاد الماضي. وتابع بسام كوسا: أنا أعطي الأولوية للحاضر وللمستقبل، وأنا كمواطن في هذه الأمة لم يعد يهمني الافتخار بالتاريخ. وأضاف بسام كوسا: وليس عيبا أن نقول لدينا مشاكل، بل العيب أن نتغاضى عنها. يعتبر الفنان السوري بسام كوسا سيد التكريمات، حيث حصل على العديد من الجوائز، منها على سبيل المثال جائزة أفضل ممثل عن فيلم المتبقي من مهرجان طهران، كما حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الكومبارس من مهرجان معهد العالم العربي بباريس، كما وحصل أيضا على جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الموركس دور، وأيضا جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان جوردن أوردز، وغيرها الكثير من التكريمات. تحدث الفنان السوري بسام كوسا عن أرائه في الدراما السورية، فقد رأى أن هذه الدراما استطاعت على مدى أكثر من 15 عام أن تتقدم محفوفة بالمخاطر. محفوفة بالمخاطر لأنها لا تنمو ضمن مؤسسات، كما أن الدراميين السوريين يحاولون ألا تسقط هذه الدراما بشكل سريع.